الشايد يا الله يا المحبة خالنا على المحبة خالني سومها غالي علي سومها علي غالي وهلا الكتاب قالوا فيها سالوني البخاري وسالوا عليها البخاري واحمد وما اسلم ماليها لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله شافعنا رسول الله. حفل ديني مميز بتلاوة القرآن الكريم وبالأذكار والاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظمه مريد الزاوية القادرية الصوفية أولاد القاضي بضريح جدهم الولي الصالح سيدي إدريس القاضي بمدينة وجدة أيام 13 و14 و15 من شتنبر 2012. حفل ترأسه بن عمر القاضي شيخ الطريقة القادرية الصوفية أولاد القاضي. لا إله إلا الله 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 لا إله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا لطيف 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 سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اصل صفات كاملة واسلم سلام تام على سيدنا محمد الذي تمحل به الغد وانفرج به الكرب واطلع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وحسن مآب الوجه الكريم وعلى نحن إن شاء الله غادي نفتح صفحة السلاك القرآنية ترحما على جميع أولياء الله الصالحين وعلى الوالي الصالح وترحما على جميع أموات المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. وعلى الحاضرين توزع أجزاء من المصحف الكريم لقراءة كتاب الله تعالى كاملا وهو ما يعرف بالسلكة. وفي الأجواء تصلح الأصوات الطاهرة أصوات توصل الصلاة والسلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترسل المديح المتوسل إلى خاتم النبيين. يا زائر
الصلاة أزكى صلاتي وسلامي عليك تشتد المحبة تتحرك الأجساد تموج مدفوعة بنسائم الإيمان وتغوص القلوب المتصوفة في الأعماق مثقلة بمحبة الله ونبيه والراشدين. Oh,
Yeah.
رسول الله. Oh.
الله.